إذن اليوم بهاي المحاضرة راح أحكي عن حالة خاصة للراوث هورويتز كرايتيريا لما يطلع معي زيرو بالفيرست كولوم ما في عندي ساين تشينج فبقدرش أعرف شو الوضع كيف بدي أكمل فراح أخذ الحالة هاي اللي هي مثال أنا باخذه بالأوغاتيك إكسبيديشن لما مثلا عندي بولينوميال اس كيوب ناقص 3 اس زائد 2 بيساوي زيرو هلا إيش اللي ناقص عندي هون؟ السكوير في شيء السكوير فبدي افضل انها زيرو يعني احول هذا البولينوميال افضل انه اكس كيوب زائد زيرو اس سكوير ماينس 3 اس زائد 2 تساوي زيرو هلا خلينا نشوف هون طيب اذا هلا هون راح احط اس كيوب اس سكوير اس تو ذا 1 واس تو ذا 0 طبعا هذا مثال مش كويس لما في عندي نيجاتيف هون بس خلينا نكمل على اي حال ونشوف ايش بيطلع معنا اذا طلع معي زيرو اذا حاله من الحالات طلع معي فيها زيرو شو اعمل؟ اذا بالحاله هاي راح احط عندي هلا واحد عندي هون زيرو عندي ناقص ثلاثه وزائد اثنين مضبوط؟ هلا هون في اي حاله من الحالات اذا طلع معي زيرو بستبدل الزيرو بابسلون، ابسلون هو رقم فيري فيري سمول نمبر اذا ابسلون بخلي حساباتي كلها بدلاله ابسلون وبعدين في النهايه بشوف الليمت از ابسلون ابروتش زيرو فراح استبدل الان محل الزيرو هون راح احط ابسلون وراح اكمل الان هلا اول فاليو بيطلع معي هون ايش بيساوي؟ بيساوي هاي القيمه مضروبه في هاي القيمه ناقص هاي في هاي مقسوم على ابسلون فيكون عندي ماينس 3 ابسلون ماينس 2 على ابسلون مش هيك ماينس 3 ابسلون ماينس 2 على ابسلون القيمة هاي اللي موجودة هون راح تكون أصلا هي زيرو، بعدين باخذ القيمة الأخيرة، القيمة الأخيرة راح تكون هاي في هاي زيرو على هاي راح تعطيني بلس 2. هلا راح أفترض إنه إبسلون بوزيتيف إذا نسيوم أنا إبسلون أنا أصلا حطيتها بقدر أفترض إنها بس خليني أفترض إنها بوزيتيف إذا نسيوم إبسلون هي بوزيتيف. إذا إبسلون كانت بوزيتيف هذا التيرم شو لازم يكون؟ ماينس 3 ابسلون ماينس 2 على ابسلون هلا ابسلون بوزيتيف نيجاتيف لازم يكون هذا نيجاتيف مش هيك وضعي ليش؟ لانه اذا ابسلون بوزيتيف معناها ماينس 3 ابسلون لازم تكون نيجاتيف الماينس 2 نيجاتيف اذا الترم اللي فوق دائما لازم يكون نيجاتيف لما بسمع على شيء بوزيتيف شو بيطلع معي؟ نيجاتيف اذا هذا اقل من زيرو اذا شو ما كانت الفاليو تبع طبعا لو اخذت العكس كمان بيطلع صحيح لو فرضت انه ابسلون نيجاتيف راح يطلع معك هذا دائما بوزيتيف نفس الطريقة. إذا عملنا هيك، إذا عندي هاي الكمية اللي موجودة هون، كم ساين تشينج عندي هون؟ إذا هذه عمالي بقول إنها دائما هذه بوزيتيف، هذه هون عندي نيجاتيف، وهذه بوزيتيف، إذا كم ساين تشينج عندي؟ عندي 1 ساين تشينج هون، 1 ساين تشينج هون. إذا عندي 2 يعني تو عندي 2 بولز، 2 بولز in the right hand side of this. دكتور هل اختلفت كثير عن الطريقة الأولى؟ نعم اختلفت كثير عن الطريقة الأولى؟ ايش الطريقة الأولى كانت؟ لا 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 هي نفس الطريقة الأولى بس الحالة هون طلع معي أصفار احنا اتبعنا نفس الطريقة اللي الابسلون مش هيك؟ نفس الطريقة اللي كنا نستعملها دائما عدد الساين تشينجز بس انا لما بوصل هون زيرو كيف بدك تكمل انت؟ مضبوط؟ لو رح تقول لي انا كيف بدي اقسم على زيرو؟ ما بقدرش اقسم على زيرو مش هيك؟ فما بقدر اكمل انديفايند فاحنا استعملنا افترضنا انها رقم صغير جدا يعني واحد بالمليون هلا مش واحد بالمليون ما اقدر اسمع واحد بالمليون بقدر اضيف واحد على المليون مش هيك وبكمل مش هيك اذا نكمل والا كان عندي هون رح تكون هذه زيرو وهذه كانها انفينيتي انفينيتي او ماينس انفينيتي رح تكون هون ما بقدرش اعرف ما وصلت انديفاين فاحنا لما عرفناها رقم صغير جدا وجدنا انه حتى لو كانت كذا هي دائما الاشاره تبعتها رح تكون هذه دائما بوزيتيف هذه بس هي تحايل عليها حتى اقدر اني احسب عدد الساين تشينج